When do we want it? Now! What do we want? Fair pay! When do we want it? Now! عشرات الآلاف من العاملين في مجال التمريض والإسعاف يخوضون إدراباً هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ الخدمة الصحية في بريطانيا، وعلى رأس المطالب الرفع من الأجور لمجابهة أسوأ موجة تضخم تشهدها بريطانيا منذ 4 عقود، مطالب تقابلها حكومة سوناك بالرفض، فهي تقول إن تكلفة الزيادات موضوع الإضراب تفوق قدرتها، ما سيؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار وبالتالي رفع سعر الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري. لم يكن هذا ما تفعله الممرضات من قبل، فالممرضات كن معروفات بالتخاذل في الدفاع عن حقوقهن، لكننا الآن وصلنا إلى حافة الانهيار. إنها القشة التي قسمت ظهر البعير. ما زالوا إلى حدود الآن لا يستمعون لمطالبنا، يقولون بأنهم لا يملكون المال لدفعه لنا. نحن هنا اليوم من أجل الجميع، يجب على الحكومة أن تستمع لنا وأن تعمل على رفع الأجور بدلا من التضرع بعدم وجود مخصصات كافية لذلك. إضراب اليوم شهد إغلاق المدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن ينضاف آلاف الأشخاص إلى مسيرة وسط لندن، والتي ستصل إلى مكتب رئيس الحكومة في وقت لاحق من هذا اليوم. كان أزيد من 500,000 عامل وموظف من مختلف القطاعات العمومية قد نظموا منذ الصيف الماضي إضرابات زادت الضغط على رئيس الوزراء ريتشي سوناك من أجل التوصل لحل ينهي أزمة الإضرابات التي تسببت في شل حركة النقل وتعطيل الدراسة وتوقف في قطاعات حيوية أخرى أثرت بشكل ملموس على الاقتصاد البريطاني.